الله عليه وسلم يوم ما، وقد كفروا بدعوته وبإقبال الناس على الإسلام، فقال لهم عقبة بن أبي الوليد: أنا أمي لكم أمرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد جئت بدين لا نعرفه، وإن كنت تريد مالا أعطيناه، وإن كنت تريد ملكا وليناك ملكا علينا، وإن كنت تريد نساء نزوجك بعشرة من أجمل نسائنا. بدأ يقل أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: وإن كان يأتيك جنون أو صرع عالج ما. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه بكل هدوء. فلما فرغ أبو الوليد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد بأحب الأسماء ويديه؟ لم يقل له النبي: أفرغت يا كافر فهو كافر، ولم يقل له: أفرغت يا جاهل فهو جاهل، ولم يقل له: أفرغت يا من لم تتأدب فهو لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له: نعم. قال: فاسمع مني. قال: وما علم؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميد تنزيل من الرحمن الرحيم، بدا يتلو عليه اوائل سوره فصلت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له عقبه: يعني عقبه ده ما اعرفش يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الحديث وحسن الحوار يعني جعل عقبة بن أبي الوليد مش عارف يتكلم. فلما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقومه ينتظرون، فقال له عقبة: لقد دخلت عليه غاضبا وخرجت خلقا به راضيا. تخيل، لقد دخلت عليه غاضبا، كان عندي كلام كتير وقلتهوله وهو منشرح الصدر. لقد دخلت عليه غاضبا وخرجت من عنده راضيا. هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.